السلام عليكم خوتي، كنتمنى من الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. واحد الخبر حصري، كما اشرت في الفيديو السابق، خالد لوزيتش باي باي بعد مباراة ليبيريا، لان الاداء اللي كان مقدم في مباراة جنوب افريقيا صراحة كارثي. صراحة ماشي هو ذاك المنتخب اللي غادي يمشي يفرحنا في قطر، ولا على الاقل يشرفنا يلعب لنا واحد الكرة جميلة اللي نستمتعوا بها، كما كان الحال في روسيا في المونديال السابق. يتأكد واحد 99% بأن واحد حال لوزيتش غادي يتم إقالته وتعويضه بوالد الكراكي، والتحاق يحيى جبران للمنتخب الوطني. هذا دليل على أن طلب من والد الكراكي باش على الأقل يدير واحد الماتش في رجليه، حيت ما غاديش يكون تجمعات بزاف، غادي يكون تقريبا شي ماتش ولا جوج قبل من كأس العالم. إذا غادي يولي عندنا أخيرا ميليو زوين مرابط، كيكسر الهجمات وكيخسر اللعب ديال الخصوم، وجبران تا هو كيقوم بهذا الدور، ولكن جبران كيخرج كرة أحسن من أمرابط بزاف. واحد الفرق كبير ما بين جبران وأمرابط. أمرابط بعض المرات كيعطيك شي باس عيان، بعض المرات كيخسر الكرة، ولكن جبران صراحة عنده درايفات زوينين، كيلعب كرة نقية. نتمنى من الله أن هذا الخبر يكون صحيح 100%، ونتمنى من الله أن واحد يمشي الله يسهل عليه. كنتمنى من الجامعة أنها تدير واحد البلان ولا واحد الطريق، ماشي تجيب المدرب والد الكراكي تحرقوا في هذا المونديال، لكان لا قدر الله كانت شي نتيجة كارثية تحرقوا في هذا المونديال وتصيفطوا بحالاته. نتمنى أن يكون واحد البلان على المدى المتوسط والمدى البعيد، باش على الأقل حنا يكون عندنا كما منتخب تونس ولا منتخب الجزائر ولا منتخب مصر كما كان في السابق مدرب محلي، ويحقق واحد النتائج زوينين في الممشى، كيكون ولاد البلاد ولاد المهجر صراحة حتى هما اللي ولاد البلاد، كيكون واحد المزيج. هذاك المزيج كيعطي واحد النكهة، وكيعطي واحد المنافسة شريفة على البلاصة، باش اللي كان في المستوى هو يلعب. وحتى البطولة الوطنية كتولي قوية، كيولي أي واحد كيشوف في راسه راه يقدر يلعب في المنتخب وكيعطي كل مجهوده، والنيفو ديال الكرة الوطنية كيطلع بواحد النسبة كبيرة، لأن الإنسان كيسمع راسه إلا لعب مزيان غيمشي للمنتخب، كيعطي جهده كامل وما كيبقاش يقول خصني نحترف باش نلعب، يقدر يبقى في المغرب ويلعب في المنتخب، وكيوليو الفراق ديال المغرب قويين بزاف، على حقاش ما غاديش يبقاو يبيعوا اللعابة كل مرة، غادي يبان شي واحد غادي يصيفطوه. يعني اللعابة القويين كيبقاو، البطولة كتولي مزيانة، كلشي كيولي مزيان. نتمنى من الله هذا الخبر يكون 100% صحيح، لأن المصادر الموثوقة اللي كان تعامل معها. نتمنى من الله أن تكون الإقالة ديال السي وحيد حالي لوزيتش يوم الاثنين بعد مباراة ليبيريا، وتعويضه بوالد الكراكي، لأن والد الكراكي رجل المرحلة، وكما أشرت لازم يكون واحد المستقبل، واحد تخطيط للمستقبل، ماشي تجيب المدرب وتحاربه. نتمنى من الله الرسالة تكون واضحة. معكم أخوكم حسن من ألمانيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.